ازواجنا علينا راضيين وبمسؤوليتنا حنا واعيين حقيقه شويه كنعياو وبالهزيمه والشفقه ما نرضاو وش لا حاجات باقي كنتسناو وفي بعض الحقوق خصنا نتساوو ما غاديش نهضر ليك وكل يوم عندنا طلب جديد صبارات وصبرنا بدون تهديد هذا ماشي تهديد ولا واعي ومازال نحتفلوا كل عام بعيد جديد والله يمتعنا بالصحه والعافيه والعمر المديد قولوا امين امين. جزيلا اول حاجه بعدا بالنسبه لصوت العداله التكبده ومشاق السفر للعديد من المحاكم لتغطيه هذا الحدث التاريخي والعالمي بالنسبه لنا احنا كنساء. مشكور على هاد البادره هذه وعلى تكبد انا السفر لجميع المحاكم. كيبقى في الحقيقة هاد اليوم عالمي للمرأة هو استثناء بالنسبة لنا. كنا خديناها بادرة بالنسبة لهاد المحكمة الابتدائية المدنية لمدة يعني ملي كانت معنا السيدة رئيسة الجمعية رئيسة الجمعية الأستاذ الناصري السيدة رئيسة المؤسسة كانت دارت هذه البادره معنا هنا في المحكمه الابتدائيه المدنيه وخلتها عاده وعرف ما بغيناش اللي نقطعوها. حاولنا ما امكن يكون لقاء لجميع القاضيات الحاضرات في المحكمه الابتدائيه المدنيه بما فيهم ايضا مجموعه من الموظفين بحكم ان الوقت كيصادف العمل ما استطعناش اننا يكون العدد كله حاضر معنا. ومن هذا المنبر هذا كنقدم تحيه لكل امراه مغربيه بصفة عامة، امرأة ربة بيت، امرأة عاملة، امرأة موظفة مستخدمة، قاضية، موظفة، طبيبة إلى غير ذلك من المهن. كنتمنى لهم يوم عالمي سعيد حافل بالأفراح والمسرات اللي نتمناها أنها تطول على دوام السنة بحول الله إن شاء الله. وتنطلبوا من هذا المنبر هذا أن تكون سنة خير بالنسبة لنا كاملين، حافلة بالعطاء والصحة، وربي يحفظ لنا البلاد من هذا الوباء هذا اللي كان سمعوا على صعيد العالمي. وشكرا جزيلا. هذه مبادرة طيبة اللي دارت مشكورة عليها الأستاذة وكيلة الملك بالاحتفال بالنساء القاضيات بمناسبة 8 مارس واللي كتجمعنا فيه وفرقت علينا فيه ورود ولقتنا فيه كلمة. وهذه المبادرة كانت سبق عليها هي الأستاذة عائشة الناصري نهار تحقت بهذه المحكمة، هي أول الاستاذه اللي دارتها، ومن بعد الاستاذه مشات على المنهج ديالها وبقات كتحتفل بها. وحنا فرحانين بزاف بهذا اليوم اللي كتكون فيه واحد التفاته للمراه بنظر لذاك الجهود في العمل ديالها اللي كتقوم به، وكت زعما بحالها بحال الراجل تنقولوا حنايا راه النصف الاخر ديال المجتمع الا ما كانش اكثر. ومزيان اللي كان هذا العيد على الاقل كيخلدوا لهذا اليوم اللي كيتفكروها فيه وكيهضروا عليها فيه، لا في الصحافه ولا في الجرائد ولا في وسائل الاعلام كلها تناولها. زعما مشكورين على هذا الشيء وكنتمنوا التوفيق لجميع النساء القاضيات والمراه عامه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.